واجهتنا الحمامات، تحديدا في واحده من لي ميزون دوت في الجهه. الحدث هو لقاء ما بين ريان يوسف وشيرين اللجمي. الفيلم تاع الغنية عيد الحب كلامها ياسر ياسر مزيان معناتها ويمس والحقيقة بخرج بإحساس مش عادي معناتها ريان تبركل عليه يغني معناتها في الجو هذيك ما سمعتوهوش معناتها قبل. ريان ديما يعمل حاجات هكا يتحركوا درشنا أبار حايرة غنية أخرى في جوي أنا الأكثر أنا ديما يعرفوني الغنية معناتها الناس في الغنية السوف. ريان يوسف بعد غنيته مع كلاي الشهية متاعه يبدو أنها تحلت على الإنتاج والخدمة والتصوير. الهدف المرة هذه غناية رومانسية في عيد الحب. الكوبلو نجم يكون في غناية كمان، نجم يكون قصة حب ما بين مرأة وراجل، معنا مش بالضرورة ريان وشيرين يزم يكون كوبل، وهذا كل باش تكتشفوه في الكليب إن شاء الله كي يعب. إذا نحكيه على فالنتان يعني سان فالنتان سيكو نحكيه على أمور ونحكيه على une histoire d'amour donc automatiquement ça va être comme ça mais comme je te fais moi qui m'a je te fais moi يعني تو في الروبورتاج ça va être une autre idée totalement différente allez je te fais moi. يا حياتي هو عنوان الكليب الجديد. غنية سجلت كلمات والحان وتوزيع حمدي المهيري الفنان اللي عمل حوارية غنائية ما بين زوز عشاق. ارونجور نشط برشا ويحب يخدم وكانت من عنده هو البروبوزيشن تاع هو اختار اول حاجه اني اني نغني وثاني حاجه بروبوز علي ان تكون معايا شيرين بحكم الاصوات متقاربه فهمت كيفاش وبصراحه انا تقبلت الفكره فرحان برشا اللي باش نتعامل مع شيرين. الكليب اشرف عليه المخرج ادريس خضر وحاول يخدم على دي كادر تحط الرومانسيه الموجوده في الغنيه نتاعو اون فالور. تركيز على تعابير الوجه ملامح زوز فنانين يعكسوا حالة من الحب والرومانسية. نلقى روحي مرتاح في كي بروجي نجم نزيد فيه بلوس أمور إيماج معناها يعطيني في الانسبيراسيون كي نسمع نجم نتخيل حاجة ويبدأ معناها تكست يمشي عليه سيناريو وهذاك شنو لقيت في التيتر هذايا اللي فما مزيكا باهية فما أتموسفير مزيان برشا باش نحاولوا نحطوه هذايا في الإيماج ويخرج بحاجة مزيانة وفوالا وفما القصة اللي باش نلعبوا عليها برينسيبالمون ان شاء الله في الكليب. يا حياتي الغنية تتصور ما بين الحمامات وقمرت وتهبط رسميا في عيد الحب. هذا جديد ريان يوسف وشيرين اللجمي.